ثغرة خطيرة جدا ظهرت في الواتساب، بتخلي أي شخص يقدر يفتح الواتساب بتاعك أو بتاعك من غير ما يحتاج كود التفعيل، وكمان يقدر يوصل لجميع الشتات بالصور بالفيديوهات بكل البيانات الموجودة على الواتساب. لو مهتم بالموضوع ده تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. خلال اليومين اللي فاتوا والموضوع لسه مستمر لحد دلوقتي، اتفاجئت إن في تعليقات كتير جدا وناس كتير بتكلمني على الخاص بيقولوا لي ان الواتساب بتاعهم اتقفل من عندهم او اتسرق، وان في حد تاني قدر يفتح الواتساب ده. ولما دورت في الموضوع اكتر اتفاجئت ان في برنامج جديد بينزل على الكمبيوتر بتقدر تكتب عليه رقم تليفون اي حد بدون ما يحتاج لكود التفعيل، بيقدر ان هو يفتح الواتساب ده ويوصل لجميع الشتات والصور وجميع البيانات اللي موجودة على الواتساب، وان في ناس كتير بتستغل الموضوع ده سواء في التجسس او كان في عمليات السرقة والاحتيال. والغريب كمان في الموضوع ان انا وقعت في نفس المشكلة، واتفاجئت ان الواتساب الشخصي بتاعي قفل من عندي، وان في حد تاني بيحاول يفتحه من غير ما يوصل لي كود التفعيل. حاولت ان انا تاني اسجل دخول للواتساب بتاعي، ولكن كان بيقعد يقول لي انتظر ساعة وانتظر اتنين وانتظر 24 ساعة عشان يبعت لي كود التفعيل، يوصل لي فيه رسالة نصية على موبايلي، ولكن للأسف الكود ده ما كانش بيظهر. فرحت كلمت الدعم الخاص بشركة واتساب وقلت لهم انا حصل معايا مشكلة 1 2 3، وقالوا لي ان الغلط عندي، وللأسف ما وصلتش معاهم لأي حل. وكل اللي هم قالوه ان انا لو المشكلة بتاعتي دي ما اتحلتش في خلال اسبوع وعرفت اسجل دخول، ان انا ابدأ اتواصل معاهم مرة. وللأسف في ناس ما بيقدروش يفتحوا الواتساب بتاعهم خلال يوم واتنين، واحيانا كمان بيوصلوا لاسبوع و14 يوم. طيب الاول، الموضوع ده بيتم ازاي؟ حضرتك بتروح تنزل البرنامج ده على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، بتبدأ تدخل فيه رقم التليفون الخاص بالشخص اللي انت حابب ان انت توصل الواتساب بتاعه ده، وبدل ما الرسالة بتوصل له على الواتساب بتاعه او على رقم التليفون بتاعه بتوصلك انت على البرنامج، والواتساب بيفتح عندك وبيقفل عند الشخص التاني. طبعا اللي انا جاي اقوله لك النهاردة مش البرنامج ده، لان الموضوع ده حرام جدا جدا جدا، لان هو بيكون بغرض التجسس او السرقة، والناس طبعا بتستخدمه في النصب والاحتيال. ولكن انا النهاردة جاي اقول لك ايه هي الطريقة اللي انت تقدر تعملها بحيث لو حد حاول يخترق الواتساب بتاعك او يفتح الواتساب بتاعك عن طريق البرنامج ده، فهو ما يقدرش يوصل لاي حاجة زي ما حصل معايا بالظبط. فكل اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض ان احنا هنروح نفتح الواتساب بتاعنا، وهنعمل كام خطوة بسيطة كده عشان لو لا قدر الله حد يستخدم البرنامج ده ضدنا ما يقدرش يفتح الواتساب نهائيا. على انت كده حفظتي على صورك ومحادثاتك الخاصة. ولكن قبل ما نقول الطريقة، ما تنسانوش بقى من اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبولي تحت في الكومنتات وانا ارد عليك في اسرع وقت ممكن. ويلا بينا نروح للشغل. طبعا يا شباب، الطريقة دي شغالة على الواتساب العادي وواتساب بيزنس او واتساب للاعمال. كل اللي عليك كده ان انت هتروح تفتح الواتساب بتاعك، بعد كده هتيجي هنا في الصفحة دي تضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق على اليمين او على الشمال، وتدخل منها على الاعدادات. هتدخل على الاختيار رقم 2 واللي هو الحساب اللي مرسوم جنبه علامة المفتاح. الخطوة الاولى يا شباب، وانا هروح هنا اضغط على البريد الالكتروني. هيفتح لي كده الصفحة دي، بيقول لك هنا يساعدك البريد الالكتروني في الوصول الى حسابك، ولا يظهر عنوان البريد الالكتروني لاخرين الا اذا ضفته الى ملف نشاطك التجاري. فتضغط تحت خالص كده على اضافة بريد الكتروني، وهتبدأ هنا تكتب اي عنوان ايميل عندك حضرتك بتستخدمه دايما وقادر للوصول ليه. فانا دلوقتي هبدأ اكتب. ودلوقتي يا شباب، بعد ما كتبت الايميل او البريد الالكتروني الخاص بيا هضغط على التالي. دلوقتي هو قال لي ان هو هيبعت لي رسالة موجود فيها 6 ارقام على عنوان البريد الالكتروني اللي انا دخلته دوت، ومطلوب مني اكتب ال6 ارقام في المكان ده. وبالفعل يا شباب الرسالة وصلتني، وهندخل الكود مع بعض. هضغط على تحقق. قال لي دلوقتي اكتمل التحقق وكده تم ربط البريد الالكتروني، وده في حال ان انت حسابك قفل وما انتش قادر تدخل برقم التليفون، وعمال يقول لك استنى ساعة واستنى ساعتين واستنى 24 ساعة، هتطلب ان الكود ده يوصلك على البريد الالكتروني، وفي الوقت ده هتقدر تفتح الحساب بتاعك في خلال ثواني بسيطة جدا. طيب الخطوة رقم 2 المهمة جدا 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 ولازم تعملها، وهي التحقق بخطوتين. هتضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده هتقول له تشغيل. تمام جدا يا شباب، قالك قم بإنشاء رقم تعريف شخصي مكون من 6 أرقام يسهل عليك تذكره. هتعمل هنا رقم سري مكون من 6 أرقام. والخطوة رقم 2 ان انت بعد ما تكتب ال6 أرقام دول هيطلب منك ان انت تأكدهم مرة تانية، وبعد كده شباب هتضغط على حفظ.
قالك دلوقتي جاري تطبيق الاعداد وهو دلوقتي عمل التحقق بخطوتين. طب ايه فايدة التحقق بخطوتين اللي احنا عملناها دلوقتي؟ دي فايدتها ان لو حد استخدم البرنامج ده وحاول ان هو يفتح الواتساب بتاعك هيطلب منه الست ارقام دول، هيقول له دخل رقم التعريف الشخصي. طبعا هو مش هيكون عارف رقم التعريف الشخصي ده لان حضرتك الوحيد اللي بتكون عارفه، فبالتالي هيكون عنده هنا مشكلة ان هو يدخل للواتساب بتاعك. للأسف ومن حسن حظك ان هو بالفعل مش هيقدر يدخل للواتساب بتاعك، وده بالفعل اللي حصل معايا، ان هو حاول ان هو يفتح الحساب ولكن جه عند خطوة الرقم التأمين او رقم التعريف الشخصي ووقف وما قدرش ان هو يتخطى المرحلة دي، وبالفعل الواتساب بتاعي ما قدرش ان هو يفتح عنده. الخطوة الأخيرة شباب طبعا ودي لك مطلق الحرية ان انت تعملها او لا، وهي مفاتيح المرور. بتضغط كده على مفتاح المرور ده بيقولك ان انت هنا تقدر تنشئ رمز دخول لو حصلت اي مشكلة في الواتساب بتاعك ده في اي وقت، فانت بضغطة واحدة بس بتقدر ان انت تدخل للواتساب بتاعك ده، ان هو بيعمل الجهاز اللي حضرتك فاتح منه دلوقتي زي جهاز ماستر او جهاز ادمن، جهاز له صلاحية الدخول في اي وقت. طبعا دي لو حابب تعملها بتضغط على انشاء رمز الدخول، بيطلب منك الباسورد الخاص بيك على الموبايل، بتحط الباسورد وكده انت انشأت رمز الدخول، ورمز الدخول ده للمعلومة بيكون محفوظ على حسابك على جوجل اللي موجود على الجهاز ده. ولحد هنا كده يا شباب يكون الشرح بتاعنا النهاردة انتهى. لو استفدت من الفيديو ما تنساش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. عندك اي سؤال تقدر تسيبهولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم في اسرع وقت ممكن، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.